تعالى نروح لدرجات الحرارة المخيفة المرعبة، شيء مذهل. الأرصاد بتقول، خد بالك درجة الحرارة اللي بتقولها الأرصاد عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة بتتقاس في الظل. لو تفتكروا زمان كنا في المدرسة بناخد الطريقة بتاعت كيفية قياس درجات الحرارة. أولا بتتحط في مكان ظل، اتنين تتحط في مكان أخضر لا تتعرض طبعا لحرارة مباشرة، عشان كده هي موجودة في الظل. فالحرارة اللي احنا بنتعرض لها لو في مكان ما، يعني زي 6 أكتوبر وزايد والتجمع، دي أعلى بكتير من درجة الحرارة اللي بتقولها الأرصاد. لما تبقى في وسط المدينة وأنت مؤثر عليك ومتأثر بالتلوث، فده يؤدي إلى إيه؟ ازيكم يا جماعة؟ يؤدي إلى إيه؟ لإحساسك أكتر بتزايد درجة الحرارة. فالأرصاد بتقول إيه؟ بتقول سوف تصل درجة الحرارة لـ 46 في بعض الأماكن. 46 فين يا يوسف؟ في الظل. طيب، هل إحنا بصدد موجة حارة أخرى قادمة؟ احنا لسه كنا من كام يوم بنتكلم على انه اعلى درجة حرارة تم رصدها اظن كانت في الاقصر من يومين، لو انا فاكر يعني، او لأسوان من يومين، طلعت كده اول واحدة. هو انا اشك، اصل اكيد اكيد في دول تانية، يعني اكيد اكيد مثلا الكويت ممكن تطلع حر اكتر مننا، يعني مش عارف. بس خليني هنا افهم اكتر من دكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف، ربنا يخليك. ازاي الحال؟ الحمد لله تمام. هو احنا مقبلين على موجه حاره مخيفه اكتر من اللي فاتت؟ لا احنا مش عايزين نخوف الناس قوي يعني، بس طبعا انا يعني بشكر حضرتك على اتاحه الفرصه ديت، ولو انت حضرتك فاكر في كل اللقاءات اللي بحضرها مع حضرتك، وده شرف لينا طبعا. ده احنا اللي نتشرف. دايما بنتكلم على توطين ثقافه المناخ والطقس في نفوس الناس. أيوه. عشان اصبحت مش مزعجه، اصبحت ممكن تسبب خطوره للناس، وخاصه ان انا النهارده 2 بقونا، ده بقى تواريخ مهمه قوي الناس تعرفها. بقونا اهالينا واجدادنا من عشرات مئات الاف السنين قالوا انه بقونا ابو الحراره الملعونه، او بقونا يخلي الميه تغلي في المعونه، يعني الكلام ده من زمان. يعني المقصود ايه؟ ان صيف مصر لم يتغير كثيرا، هو صيف شديد الحراره. الجديد في الموضوع حاجتين، الاول ان اصبحت الموجات بقت طويله شويه، وده طبعا ناتج عن تغير المناخ. النقطه الثانيه ان الناس ما بيستحملوش زي زمان طبعا، يعني ده طبيعي جدا ان مع الحداثه ومع 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 الناس مش هتستحمل هذا النمط من الطقس. بس خلينا نقول ثاني ان اعلى درجه حراره مسجله في مصر مش في فصل الصيف، لان الناس خايفه طب هنعمل ايه بقى في ابيب اللي هو في يوليو وفي اغسطس، لا، اعلى درجه حراره مسجله بتكون في الربيع. عشان كده حضرتك مش هتسمع في الصيف 45 و46 و47 والا هتكون مميته لو حصل في الصيف. ليه؟ لان اصبحت الشمس الان عموديه على مدار السرطان اللي هو تحت اسوان، فاصبحت الاشعه الشمسيه قصيره، طاقتها الحراريه عاليه، وده المهم بقى. ان الطاقه الحراريه المصاحبه للحراره عاليه، عشان كده لما نقول 39 في باقي شهر بقوله وفي ابيب اللي جاي ما تستهترش، 39 زي 2 و3 و5 و46 دلوقتي، لان الفرق ان الطاقه الحراريه عاليه. عشان كده الاحتياطات لازم تكون افضل وتكون اقوى. شرب السوائل الكتير، محدش يطلع في الشمس بدون غطاء راس تحت اي حال من الاحوال. الجماعه العمال والفلاحين والمزارعين والجنود وكل اهالينا المحترمين دولت لازم يكسر الاحتكاك بالشمس المباشره فتره الظهيره، ما يعرفش ساعه وساعتين منه للشمس، دقائق يكسر بس الحده بتاعت الاشعاع الشمسي، وزي ما قلت لحضرتك يشرب سوائل كتير، ده نقطه مهمه جدا. طب ده الانسان والبني ادم اللي بيقدر يتصرف، طب النبات والزراعه يعملوا ايه؟ المحاصيل المعرضه لهذا الشكل من الجو، الحمد لله اول نقطه ان كل المحاصيل المزرعه هي محاصيل صيفيه، يعني طبعاً انها تتحمل الحراره نوعا ما. بتكلم على الذره، القطن، فول الصويا، بتكلم على الرز، بتكلم على عباد الشمس، بتكلم حتى على الخضر. الخضر نفسها في اصناف صيفيه وفي اصناف شتويه، يعني عشان كده بقول ان يعني الخضر والزراعات الموجوده تتحمل. بس هل تتحمل لغايه امتى؟ لما يحصل موجه بقى طويله. الموجات زمان قبل تغير المناخ كان بتقعد يومين ثلاثه اربعه وتقطع شويه، يعني تبقى الجو صيفي طبيعي شويه، وبعد كده تيجي تاني فوق المعدلات ايام قليله. ولكن من بدايه يوم الاربعاء والخميس متوقع ان تكون موجه طويله تاخد معاها اجازه العيد للاسف الشديد، يعني لا
كل عام وكل كل المصريين بخير. بس يعني تقعد لها مثلا 7-8 ايام لغايه يوم الخميس اللي جاي، يعني لغايه يوم الخميس اللي هو بتاع اجازه العيد او الجمعه. فده برضو خلي بالنا كويس جدا، من الفتره من الساعه 11 بالنهار لغايه الساعه 3، الفتره دي نحاول على قد ما نقدر ما نحتكش مباشره باشعه الشمس لفترات طويله. يعني هتروح مشوار تيجي مشوار، بس ما تقعدش طول النهار تمشي في الشمس او تتعرض للشمس، اللي دي نقطه مهمه جدا. بالنسبه لاهالينا المزارعين ربنا يقويهم ويكون معاهم، تقريب فترات الري مهمه جدا، عشان وده يعني نداء لوزاره الري انها تبتدي تخش في اقصى احتياجات من دلوقتي، اقصى احتياجات مهمه جدا، يعني تدي بادجت ميه محترم، لان الزراعات كلها تحتاج تقريب لفترات الري ما بين يومين لثلاث ايام عن الطبيعي. الرش بمركبات مهمه جدا لحمايه ثمار المانجو والزيتون وكل الثمار بتاع الفاكهه، عشان ما يحصلش ما يسمى بلسعات الشمس. فبرش بالجير المخفف بسلكات الالمونيوم، والمزارعين عارفين كده، بس مهم جدا ارش ما قبل الموجه على قد ما اقدر عشان اعمل حمايه مسبقه. يعني نبدا رش من دلوقتي؟ يا ريت. يعني انا معايا لسه الارتفاع يكون تدريجي من الاثنين للثلاث للاربعه برضو، او يوم الاربعاء يبتدي بقى يبان بقى الحده بتاعه الموجه شديده الحراره. فانا معايا كام يوم اهوت اقدر احمي كل المحاصيل الموجوده، بتكلم على الفاكهه وبتكلم على الخضر بالتحديد، وخاصه الطماطم بتجمع عشان لسعات شمس، يعني الثمره تخرج خارج الخدمه للاسف الشديد. انا بس عايز اقول حاجه لو في وقت بسرعه. اتفضل يا فندم. هل الدوله بقى كدوله، ده انا بتكلم على مستوى المزارع الفرد المواطن، طب الدوله كان اجراءاتها ايه عشان موضوع تغير مناخ وموضوع ان هيحصل زياده موجات حراريه في الصيف او هيحصل كذا وكذا، كان لها اجراءات استباقيه؟ ودي نقطه مهمه قوي. اول اجراء استباقي يمكن الناس ما بتربطوش بطريقه مباشره باللي بيحصل، هو اعاده هيكله المحاور والطرق كلها، وخاصه اللي داخل القاهره والمدن الكبيره. تخيل يا استاذ يوسف لو حصل موجه شديده الحراره زي كده، وكمان لما نخش كمان في الطاقه الحراريه الكبيره، وهذا التكدس الشديد اللي كان بيحصل في على كوبري اكتوبر في وسط البلد، كان يوميا هتلاقي المستشفيات كانت الناس هتفرفر في العربيات وفي وسائل المواصلات وما الى ذلك. يعني الحقيقه فعلا الدوله خدت مجموعه من الاجراءات، يعني نقدر نعتبرها اجراءات استباقيه جدا، ده بجانب انه فيه اهتمام واضح الحقيقه من مصر بمساله المتغيرات المناخيه. وزي ما كلنا بالتاكيد عارفين، احنا كنا مستضيفين كوب 27 في شرم الشيخ السنه اللي فاتت. يعني خليني اشكرك جدا دكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة.